എസ്ഒഎസിന്റെ സംസ്ഥാന ട്രഷററും ആത്മീയ വേദികളുടെ സാന്നിധ്യവുമായിരുന്ന ആദരണീയരായ ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദിന്റെ ഒന്നാം ഉറൂസ് മുബാറക്കിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം മഖാം സിയാറത്തോടുകൂടി ഇന്ന് അസറിന് ശേഷം നിർവഹിക്കപ്പെടുകയും നമ്മുടെ 9 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ തുടക്ക സെഷനിന് വേണ്ടി നേതൃത്വം വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. നമ്മുടെ പരിപാടി ആരംഭിക്കുകയാണ്. പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കുന്നത് സയ്യിദ് കെ എസ് എം തങ്ങൾ, ഗാന്ധിനഗർ. إلى حضرة روح نبينا وشفينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله واحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله واحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله واحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق اذا وقب، من شر النفاثات في العقد، من شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وبلغ رسل صواب ما قرأناه من القرآن العظيم، وما صلينا وما سلمناه هذه هدية واصلة رحمة نازلة وبركة صاملة منا إلى حضرة روح نبينا وشفينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته، وفي الآخرة شفاعته، ولا تحرمنا رؤيته، وأوردنا حول المولود، وعشرنا غدا تحت ظل اللواء المعقود، وإلى حضرات آبائه إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وإلى حضرات أولادي وأزواج ذرياتي وأهل بيتي كلهم أجمعين.
وإلى حضرات أصحاب البدريين والهديين والحنين والخندقين والخيبرين والتبقين صائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين. وإلى حضرة شيخنا شيخ المصاري والمغارب خطب الخطاب السلطان الأولياء يا سيد محي الدين عبد القادر الجيلاني قطه الله تعالى السلام الذي. وإلى حضرة السلطان العارفين سيد أحمد الكبير فاعي قطه الله تعالى السلام الذي. وإلى حضرة سلطان الهند خاجة معين الدين الإسلامي رضي الله تعالى السلام الذي. وإلى حضرات من نويناه وإلى حضرات جدنا جدادنا وإلى حضرات شيخنا سيد محمد عمر الفاروق قدس الله تعالى سره الأجل خاصة وإلى حضرات من نويناه وإلى حضرات كل ولولية إلى ما كان من مسارك إلى مغارب رب العالمين. اللهم زد لهم فضلنا لا فضلهم وصرفنا لا صرفهم وعزنا لا عزهم وكرامة لا كرامة من ذيك يا رب العالمين. اللهم انفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم وفتوحات الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا هذا جمعنا مرحما ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا سخيا ولا مطلودا ولا محروما. اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة قلوبنا وبداننا والسلامة والعافية في ديننا دنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وأهلنا ومالنا وخليفة في أهلنا واتمس على وجوع أعدائنا وامسخهم على مكانتهم ولا يستطيعون المضي والمادي إلينا رب العالمين. اللهم بارك لنا وبارك في أمرنا. اللهم بارك لنا وبارك من هذا. اللهم بارك لنا وبارك ما نجد معه في مجلسنا هذا. اللهم بارك لنا وبارك من كسبنا وبارك من سفرنا وبارك من أمورنا وبارك من نعاننا وبارك من أحبنا وبارك من أوسانا وبارك من عاديتنا وبارك من بقيتنا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم أنزل علينا رحمة وبركة وسلامة وعزة وعفة وسكينة وقرة من عندك يا رب العالمين. اللهم اشف أمراضنا وأمراض مرضانا وأمراض أمهاتنا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا واشف يا شافي الأمراض. اللهم عافنا وعافهم من كل بلاء الدنيا ومصيباتها ومشقتها وفتنة الدنيا مرضها ومصيبها من عذاب الآخرة. اللهم ادفع عنا وأهلنا كل بلاء ومصيبة وفتنة وسهيل وسيطان رب العالمين. اللهم آتنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار. اللهم اغفر لنا واغفر من نبيناهم. اللهم اغفر لنا واغفر لهم واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على خير سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.